إذن نبدأ بهذه المسألة. أنت جمع مال 8988 علبة مربى. يريد صاحب المعمل تعبئة نصف هذه العلب في صناديق تساوي 25 علبة، والنصف الآخر في صناديق تساوي 16 علبة، ويريد كذلك أن يكون عدد العلب التي لم تعبأ أقل ما يمكن. أحسب عدد العلب المعبأة التي تسع 25 علبة والتي تسع 16 علبة. السؤال الثاني، ما عدد العلب التي لم تعبأ؟ إذن نبدأ على بركة الله. إذن صاحب هذا المعمل، إذن معمله ينتج 8988 علبة مربى، يريد أن يضع نصفها في صناديق تسع 25 علبة، والنصف الآخر في صناديق تسع 16 علبة. إذن أحسب في الأول عدد الصناديق المعبأة التي تسع 25 علبة. إذن هي 8988 مقسومة على 2 لأحصل على النصف، ثم أقسمها على 25. إذن 8988 مقسومة على 2 لأحصل على النصف، ثم أقسمها على 25 تساوي. إذن أنا قد أجريت العملية الجانبة. دائما في حل المسائل نضع الحل ثم العمليات. إذا هنا العمليات أفقية وهنا العمليات عمودية. إذا لربح الوقت أجريت العمليات جانبة. إذا 8988 مقسومة على 2 تساوي 4494 مقسومة على 25 تساوي. إذن أجريت كذلك هذه العملية، 4494 مقسومة على 25 تساوي 179 والباقي 19، إذن تساوي 179، يعني صندوقا والباقي من هذه العلب 19 والباقي 19. إذن نفس الطريقة مع عدد الصناديق المعبأة التي تسع 16 علبة. نفس الطريقة 8988 مقسومة على 2 دائما مقسومة على عدد العلب التي يسعها الصندوق تساوي. إذن دائما 8988 على 2 تساوي 4494 4494 مقسومة على 16 تساوي 280 صندوقا. لاحظ، إذن 4494 مقسومة على 16 تساوي 280 صندوقا والباقي 14 علبة. إذن 280 صندوقا والباقي 14 علبة. الآن نحسب عدد العلب التي لم تعبأ. إذن عدد العلب التي لم تعبأ هو، إذن نجمع الباقي في النصف الأول ثم الباقي في النصف الثاني، 19 زائد 14 تساوي 33 علبة. وهو عدد العلب المتبقية.
وبهذا تكون